رجعنا لكم من بعد التقرير ومعنا مدير إدارة خدمات العملاء من المؤسسة الخيرية الملكية السيد بدر قنبر ومشرفة فريق بطاقة إشراقات دلال علي. مساكم الله بالخير ونورتونا اليوم في الاستديو. مساكم الله بالنور والسرور وحياكم الله. أستاذ بدر، طبعاً ببتدي معاك في البداية بسألك عن فكرة المشروع، شنو أهدافه، شنو اللي حابين توصلون له من هالمشروع، ومن اللي يقوم على تنفيذه بالضبط؟ أولاً أختي تسمحي لي أطلق بعض الورود بمناسبة بداية عام ميلادي الجديد 2017. الله يجعلها سنة خير وبركة إن شاء الله كلنا. يا ربي أول ورد حق جلالة الملك الله يحفظها، لأن هاي المؤسسة الخيرية الملكية مثل هذه المشاريع ما هي لنتاج توجيهات جلالة الملك الله يحفظه. والوردة الثانية حق سمو رئيس الوزراء بمناسبة سلامة خروج المستشفى. والوردة الثالثة حق سمو الشيخ ناصر راعي الشباب وداعم الكبير لبرامج المؤسسة الخيرية الملكية. والوردة الرابعة حق دكتور مصطفى السيد وأعضاء المؤسسة الخيرية الملكية على دعم مثل هذه المشاريع المثمرة حقيقة. حلو. هذا المشروع أختي فكرته هو إطلاق بطاقة تخص المستفيدين من خدمات المؤسسة الخيرية الملكية من الأيتام والأرامل. هاي البطاقة يعني يستلمها المستفيد ويروح حق الجهات المشاركة في المشروع ويحصل بموجب هذه البطاقة على نسبة تخفيض معينة في جوانب كثيرة نتحدث عنها بعدين إن شاء الله. أهم أهداف طبعا هذا المشروع تتلخص في التالي. أول هدف من أهداف هذا المشروع وتنفيذ توجيهات وسياسة يعني جلالة الملك الله يحفظه رئيس الفخري للمؤسسة الخيرية الملكية في تحسين جودة المعيشة للمستفيدين وتحقيق يعني تكافل مجتمعي. رقم اثنين أهم شيء اللي هو التخفيف عن عبء المعيشة ومصروفات الأسر المكفولة من قبل المؤسسة الخيرية الملكية. ورقم ثلاثة تعزيز الشراكة المجتمعية مع جميع جوانب الجهات المؤسسات الخاصة في البحرين حتى يعني نتيح المجال للجميع المشاركة في عمل الخير. طبعا من يقوم على تنفيذ هذا المشروع هو يعني حقيقة موظفين المؤسسة الخيرية الملكية. احنا ما اتفقنا مع جهات خارجية لتنفيذ هذا المشروع وإنما قام فريق يعني مختص من موظفي المؤسسة بتحمل عبء هذا المشروع ومتابعته. إن شاء الله راح نتحدث عن جميع جوانب الخاصة بهذا المشروع من خلال الأسئلة القادمة إن شاء الله. أخذ دلال، بس نبي نعرف من متى بديتوا يعني تستعدون حق هالمشروع وشلون كان التعاون بينكم وبين الجهات اللي اتصلتوا لها عشان تكون ضمن البطاقة؟ احنا بدينا في المشروع طبعا كفكره في بدايه 2015. بدينا طبعا بتوجيه من الاداره بتشكيل فريق. قمنا بتشكيل الفريق. الفريق عباره عن عدد من موظفي المؤسسه من عده ادارات مختلفه في المؤسسه على اساس انه تكامل تعاون بين الاقسام كلها مع بعضها على اساس ان يعني نوصل البطاقه انها تكون شامله. الحمد لله يعني قدرنا في البدايه نحن نشكل الفريق، وزعنا الادوار العمل على الفريق كل حسب اختصاصه وكل حسب شغله. والحمد لله رب العالمين خلال هالسنتين ابتدينا بمراسلة الجهات والحمد لله رب العالمين حصلنا تقبل من قبل الجهات. وابتدينا طبعا العمل في البداية نسوينا خطة المشروع احنا نخلصها ان شاء الله في ديسمبر 2016 على اساس يعني تزامنا مع احتفالات البحرين بالعيد الوطني. والحمد لله رب العالمين تحقق هالشيء. الجهات صراحة كانت وايد متعاونة وعندنا طبعا التسويق، الموظفين اشتغلوا على موضوع التسويق يعني نزلوا زيارات ميدانية، سووا رسائل، نزلوا وحاولوا انهم يشملون جميع الجهات اللي احنا ممكن نحتاجها. حلو. استاذ بدر، يعني يمكن اطلقتوا على البطاقة اسم اشراقات، فحابين نعرف ليش اطلقتوا عليها اسم اشراقات وشنو الطموح اللي تطلعون له من هالبطاقة بالضبط؟ حقيقة أطلقنا بطاقة إشراقات، وهي البطاقة طبعاً طلعنا عن إطار المألوف حقيقة، لأن عادة يسمونها بطاقة تخفيض، فقلنا هالمرة في ظل أجواء المؤسسة الخيرية الملكية تتيح فرصة الإبداع والتجديد، فقلنا نسميها بطاقة إشراقات. عملنا مع فريق العمل فكرنا في اسم ما شفنا أحلى من إشراقات. ليش؟ عشان نعطي السامع لهذا الاسم ومضة أمل ومضة تفاؤل ومضة حيوية ومضة جمال ومضة أمل وابتسامة، علشان أنه إذا استخدم هذه البطاقة يستخدمه وهو عارف أنه ليش بيستخدمها. رقم اثنين أن المجتمع كله
راح يحس بومضات الأمل والحيوية. يقول شنو هاي إشراقات؟ يعني اسم جذاب شوي، لازم يسأل علشان إيه، علشان يسأل عن هاي البطاقة، ويعني ندفع الجميع للمشاركة فيها. فهي إشراقات، إشراقات جمال تحيط وتشرق على جميع الكون وجميع مجتمع البحرين المشاركة فيه. طبعا طموحاتنا من خلال هذه المشارف، من خلال هذه البطاقة، أن احنا نوسع على المشاركين فيها مستقبلا، وأيضا تشمل الفئات المحتاجة، لأن احنا المؤسسة تختص بعملها بالأيتام والأرامل المكفولين لدى المسرحية الملكية، إضافة إلى الفئات المحتاجة. احنا طموحنا كبير جدا، أن احنا طبعا مؤسسة أو البطاقة هذه مدتها سنتين تتجدد فيما بعد، نتمنى أن احنا نزيد عدد مستقبلا في السنوات القادمة بما يتيح مساهمة الجميع في عمل الخير واستفادة جميع الأسر المحتاجة في من خدمات هذه البطاقة إن شاء الله. طبعا دلال، بس يعني كنا نبي نعرف شوي زيادة، من هم الجهات اللي شاركتكم في هالبطاقة، ويعني من تشمل في نسبة التخفيض بالضبط؟ نعم، طبعا احنا حاولنا في بداية المشروع كفريق قعدنا سوينا خطة مبدئية إن شنو الجهات اللي أنا ممكن يعني أضيفها في البطاقة، وممكن إن هي تضيف لي شيء وتساعد اللي هو الفئة اللي أنا أبيها. طبعًا إحنا عموماً كمجتمع إحنا شنو المجالات اللي أنا أحتاجها خاصة في الشغلات الحياتية. إحنا حاولنا طبعًا نشمل كل شيء والحمد لله رب العالمين. عندنا خدمات صحية، إحنا أوردي يعني عندنا كتيب أصدرنا وبنوزع على الأسر. الكتيب في جميع الجهات الموجودة، إنزين، هي عبارة عن توزيع معين بإضافة اللي هو أسماء المحلات، اللوكيشن مالهم، أرقام التواصل، أساس الأسر يكون سهل عليهم إنهم يتواصلون. طبعاً إحنا يمكن أكبر فئة عندنا اللي هي الفئة الصحية، عندنا أطباء، عندنا مستشفيات مثل مستشفى الهلال التخصصي، مستشفى الشرق الأوسط التخصصي، مركز رام التخصصي للأسنان، عندنا صيدليات المسقطي وبهزار ضافوا لنا بعد في البطاقة، بالإضافة إلى مجموعة الراشد. مجموعة الراشد مجموعة معروفة، هي بعد سلسلة من مجموعة عودة، مشاركتنا بطاقة التخفيض توفر طبعا غالبية الاحتياجات، أقدر أقول ملابس، أحذية، شنط، إكسسوارات منزلية، ديكور كامل، طبعا نقدر نقول سنتر بوينت، بوسيني، هوم سنتر، كامل جميع محلات مجموعة الراشد زين مضافة. إضافة إن إحنا حاولنا إن نعرف شنو احتياجات الأيتام، وهي طبعا مثل معاهد تدريبية، نوادي الصحية، عندنا معاهد تدريبية BIBF شارك ويانا، عندنا معهد كيان للتربية الخاصة، كون عندنا فئات تربية خاصة من الأيتام بعد ممكن يستفيدون من نسبة التخفيض. إضافة إلى الإعلام، الإعلام شاركونا جريدة الوطن والبلاد بنسبة التخفيض، كذلك اللي هو التواصل اللي هو الاتصال بتلكو. ما شاء الله، يعني الجهات يعني يعني عديدة، ويعني الكل مثلا من الأسر المكفولة ممكن إنهم يعني يستفيدون من البطاقة في شتى المجالات، يعني حاولتوا تغطون كل المجالات اللي تقدرون عليها. اي نعم، الحمد لله رب العالمين غطينا حتى مواد غذائية، الحمد لله في هالبطاقة قدرنا نغطيها، يعني عندنا أسواق المنتزة، أسواق الحلي، والجميع للتموين مشاركين ويانا، ونسبة التخفيض يعني زينة بعد ممكن تفيد حتى في المواد الغذائية لهم. حلو، طبعا أكيد إحنا يعني سعيدين أن المؤسسة الخيرية كل يوم قاعدة تسعى ويعني تقدم مثل هاي الأشياء حق الأسر البحرينية. السيد بدر قنبر مدير إدارة خدمات العملاء في المؤسسة الخيرية الملكية، ودلال علي مشرفة فريق بطاقة إشراقات، نشكركم على هالجهود اللي تقومون فيها ويعطيكم ألف عافية. شكرا جزيلا.